كريستو كمان كان ليه اكتر من تصريح، وكان في فيديو كمان هو كان عمله كان بيعرف نفسه على جماهير النادي الاهلي. حلو جدا برضو ان احنا نتعرف على اللعيبه والصفقات بتاعتنا الجديده بشكل قريب، ان احنا نسمع منهم، ان احنا نشوف بالظبط طموحاتهم ايه مع النادي الاهلي. هو كان سعيد جدا وكان اتحدث اكتر من مره عن الموضوع ده، النقطه دي تحديدا يا كريم، وهو قال انا سعيد بتواجدي مع النادي الاهلي، وسعيد كمان بان انا جاي في كيان كبير جدا وعنده طموحات كبيره جدا، واتكلم اكتر من مره في التصريحات المختلفه بتاعته عن جماهير النادي الاهلي. قال لك انت عندك اكتر من 70 مليون يعني مشجع في ظهرك، انا بتمنى ان هم يكونوا واقفين معانا، اتمنى ان هم يدعمونا في الفتره اللي جايه. فاعتقد كل دي رسائل اعتقد فيها نوع من الحب، نوع من التفاؤل، وبتهيالي على الصعيد الثاني النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتاثر في فكره هنا دعم كل الصفقات الجديده بالنادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق ليهم باذن الله.